ما عنديش كلام ممكن يتقال أكتر من اللي سمعته واللي اتقال دلوقتي، لكن إحنا شكرنا عائلة أصحاب الدم وشكرنا عائلة أصحاب الهودة، لكن فعلاً واجب وأرجوكم مشكوره عائلة داود والإعلام المحترم أستاذ محسن داود صاحب الدعوة الكريمة اللي الحقيقة تسبب في أننا كلنا نسعى سعي الخير ونحضر هذا المجلس. أرجوكم حيوا الإعلام محسن داود. أي فنان، أي إعلامي، أي سياسي، أي رياضي، أي إنسان هو مدين بفضل كبير قوي قوي للناس، مدين بشهرته، مدين بنجاحه للناس، يجب أن يكون شديد التواصل مع الناس، يعبر عنهم، عن أحلامهم، عن طموحاتهم، عن ألمهم، أن يحضر ويتواصل معهم في كل مناسباتهم الدينية والقومية والتاريخية، ومن باب أولى أن يسعى سعيا للخير ويحاول أن يوفق ويوائم بين الناس، فهو واجب علينا جميعا ودين كبير علينا جميعا. إذن الشكر موصول وكبير لكم لحضراتكم لهذا الحضور والجمع العثير اللي حضر النهاردة، إن دل على شيء إنما يدل على أن مصر والمصريين هذا البلد وأهله وشعبه أهل عفو، أهل تسامح، أهل كرم، أهل دين، أهل خير فعلا. في أي موقف يستدعي فيه الخير بنلاقي هذا الجمع. أنا سعيد جدا جدا بأن الناس بهذا الكم الكبير، وأنا متأكد أن كان في ناس كثيرة كمان جدا جدا نفسها تحضر، ومتأكد أن في ناس كثيرة جدا جدا كمان متعلقين بقلوبهم بالمكان ده وبالجلسة دي، وعايزين يعرفوا نتيجتها، وعايزين يعرفوا أن الصحبة فعلا تم بين العائلتين المحترمتين اللي موجودين النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم. إذن البني آدم هو أعظم مخلوقات الله على الأرض، هو خليفة الله على الأرض، ربنا خلقه وسخر له كل الكائنات والأكوان الأخرى. إذن هذا البني آدم جدير بالاحترام والتقدير والإحسان والمحبة والحفاظ على روحه وعلى دمه بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه أو لونه، المهم أنهم بني آدم، ذلك المخلوق العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد له اعترافا بقيمته. سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ونحن هنا جميعا لتكريم هذا البني آدم، للسعي مخلصين مجتهدين في سبيل أن ألا يراق دم إنسان أو تستمر العداوة. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مرة تانية بشكر حضراتكم وبشكر دعوة الكريمة اللي خلتني أبقى موجود النهاردة، وصيكم ويا رب نفضل دايما سعين للخير، ودايما كل خطوة نخطوها أو يخطوها أي إنسان منا تبقى في سبيل العفو والتسامح وفي سبيل الخير وفي سبيل رفعة وتكريم البني آدم أينما وجد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.